مرحبا أعزائي متابعي قناة بليم بعيون عربية. الفيديو مات اليوم هو عن أفضل تطبيق تحويل الكلام إلى نص باللغة العربية، وتقدر تترجم هذا النص أيضا إلى اللغة الإنجليزية أو أي لغة ثانية. قبل ما أبدأ أشرح لكم أن التطبيق طلب أن تشتركون بالقناة وتفعلون جرس لايك للفيديو. مثل ما تعرفون كثير تطبيقات موجودة، طبعا للأسف كل التطبيقات صارت لازم تشتريها بفلوس. إذا ما تشتريها بفلوس راح تكتب علامة التطبيق وتعذبك وتنطق فقط دقيقة واحدة، وهذا شيء جدا صعب على صانع المحتوى. فالأفضل أنه تشتري تطبيق مدى الحياة يشتغل، ومرة واحدة تدفع مبلغ وهذا راح يكون ملك لك مدى الحياة. هذا التطبيق اسمه فيدكاب. هذا التطبيق تشتري مرة واحدة سعره بحدود $50 أو $60، وراح تبقى تستعمل ميزات مجانا دائما مدى الحياة بدون أنه كل سنة تجدد. في تطبيقات بالسنة $60 أو $70، هذا التطبيق مرة واحدة تشتريه وراح يكون لك مدى الحياة. وطبعا هذا التطبيق موجود على الأبل ستور، راح أترك الرابط بصندوق الوصف. بالنسبة للأندرويد ما عندي معلومة ممكن موجود أو لا، فالآن راح أشرح لكم عليه وطريقة تحويل النص إلى لغة عربية أو إلى اللغة الإنجليزية. بعد ما تحمل التطبيق وتنزل راح تدخل عليه وراح تختار هنا نيو بروجكت، راح تختار من الاستوديو، وأنا اخترت هذا الفيديو مثل تشاهدون. صباح الخير من برلين. الآن راح نكبس على اختيار، اختار لهذا الفيديو، قال لي عندك ترجمة للعربية وتريد الإنجليزي. إذا قفلت هذا الخيار راح يترجم عربي، وإذا فتحته إنجليزي، أو تقدر تختار أي لغة من اللغات الموجودة. مثل ما تشاهدون هاي اللغات كلها، لكن أنا أختار اللغة الإنجليزية لأن لغة عالمية. بعدها راح أكبس هنا، راح يبدي يترجم. الفيديو قصير مدة 20 ثانية، وأنا كل يوم أترجم عندي فيديو دقيقتين أو ثلاثة وأنزله بالليل على أحداث برلين. والآن شوفوا، الآن بدأ ترجم النص. صباح الخير من برلين، وهذا اليوم شوفوا الثلج، شوفوا السيارات. بعد ما كمل لي ترجمة إلى اللغة العربية وحولها إلى اللغة الإنجليزية، أقدر أنا أعدل عليها أي كلمة ما تعجبني. طبعا أقدر أعدل عليها، وبالأسفل في خيارات هنا. أول خيارات راح ندخل عليها هنا، هذه الخيارات بالنسبة للألوان، تقدر أنت تختار الألوان مثل ما تشاهدون، وتقدر أيضا تختار اللغة بالأسفل يعني الأحرف كيف راح تكون، والكبر والصغر. وبالنسبة للألوان، هذه الألوان راح نختار الألوان، تقدر هنا أشرطة التمرير ونقاط الألوان والشبكة، تقدر أنت تعدل عليها أو براحتك. الآن مثل ما تشاهدون هذه الألوان. أما بالنسبة هنا الخيار اللي بالأسفل راح يكون يمين أو يسار، وتقدر أنت أيضا تعدل على راحتك. وهنا تريدها كابيتال، تريدها سمول، وتريدها سمول، تبقى أنت براحتك. وهنا النطاق راح يكون بهالصيغة أو بهالصيغة أو بهالصيغة، تبقى براحتك. بعدها راح يكون تقدر تختار خلفيات، أو اختار لك هذه الخلفية اللي مرتبطة ويا الكلمات، وتقدر أيضا تعدل بالألوان مثل ما تشاهدون. والآن هنا بالنسبة للإفكت، بدون إفكت يعني يظهر الكلام عادي، هذا الإفكت راح يكون، وهذا الإفكت، وهذا الثالث، وهنا. أما بالنسبة لي للغة الإنجليزية أفضل أنه يجي من اليمين إلى اليسار، لأنه القراءة راح تكون بهذه الصيغة. بعد ما كملنا التعديل، أي كلام أنت شفته ما عاجبك تدخل عليه هنا تكبس، وتقدر تعدل عليه، وحتى تغير اللون مالته واحدة مو مال الكل. وبعدها راح تروح بالأعلى تعمل تصدير، وهنا تصدير إلى الاستوديو. والآن خلال دقيقتين راح يتصدر الاستوديو، وراح يوصلك فيديو جدا ممتاز مترجم تريد الى اللغة العربية او الى اي لغة كانت. كمل الفيديو وتصدر الى الاستوديو، ندخل عليه، ومثل ما تشاهدون هذا الفيديو كامل والترجمة موجودة. انت تقدر اذا عاجبك تغير هذه، تقدر ترجع وتغيرها، الكتابة والالوان. والان اسمعوا، شوف الثلج، شوف السيارات، شوفوا كمية الثلج. هذا الشيء اللي حبيت اشرح لكم اياه. اتمنى بنهاية الفيديو استفاديت، وطلب اذا استفاديت لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. تحياتي، مع السلامة.